السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ربي قال في الصورة المخالفة أن الرجل اللي عنده البنت وربها وتولاها حتى زوجها ما جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فعلهن وكسهن من جدته حتى وصلوا بالزوجية كن له حجابا من النار. فقال صحابي: واثنتان؟ قال: واثنتان. قال: وواحدة؟ قال: وواحدة. اللي عنده هاد البنات ورباهم أحسن تربية وصلهم المقام ديالهم كيكون من القبور إلى القصور يوم القيامة، لا يرى المشاهد ديال البعث والنشور، يرى حجابا بينه وبين النار. وكذلك المرأة اللي كيكون عند الوليد ديالها وخلاه الزوج وحرصت على تربيته وحرصت على حسن توجيهه حتى وصلت المكان المقام دياله، راه كيدير واحد المجهود كبير، تحمدين عليه للا أم مصطفى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.